الفنانة ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي. نزلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بوست على حسابها على انستجرام وبتهنئ فيه زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده، وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز وقالت: كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وعقبال 100 سنة، في صحة وسعادة يا رب. فرد عليها أحمد العوض وقال: وانت طيبة يا حبيبتي. وطبعا بعد البوست ده تفاعل عدد كبير من محبين ياسمين عبد العزيز ومن محبين أحمد العوضي على البوست. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.